السلام عليكم، حياكم الله يا شباب في هذا الفيديو، واللي بنعلمكم فيه شيء رهيب، كيف نسوي بناء بي سي المثالي لل4K. طبعا انا اتكلم عن ال4K فقط، ال4K اللي يشتغل مع 60 اطار بالثانية، عشان نكون واقعيين يعني 4K 30 اطار في اجهزة كثير صارت تشغلها، لكن الواحد اللي يبغى اعلى شيء من الاداء ما راح يقبل اقل من 4K 60 اطار. طبعا في الماضي كنا نقول، طبعا عندنا الحين مجموعه من كرة الشاشه هنا، ما ودنا شيء يصير هنا لان يعني هنا في فلوس كثيره ما شاء الله، اوكي، لكن لا تخاف، ما يحتاج تصرف الفلوس هذه كلها عشان تسوي بي سي. لا تفكرون اننا بنحط 17 جرافيكس كارد مع بعض عشان نلعب 4K 60 اطار. هذا الكلام اول، يعني عندنا عده كروت احمد هنا، زي ايش عندنا مثلا؟ عندنا 1070، عندنا 1070، وعندنا 1070 تي اي 1070 تي اي، وعندنا 1080. كلها كروت كويسة، كلها كروت ممتازة، وكلها كروت يمكن حتى يعني بعضها ممكن يشغل لك 4K، بس مو 60 إطار. كنا نقول قبل إنه كرت واحد يشغل 4K 60 إطار شيء صعب، لازم SLI ولازم، وما وصلنا له، ولازم نشبك كرتين مع بعض، وطبعاً هذه الأشياء تكلف. لكن الآن وصلنا لمرحلة أوكي نقدر فيها إننا نبني جهاز من كرت واحد ونلعب 4K 60 إطار. والكرت اللي بنستخدمه هو إيش؟ عندنا 1080 Ti. 1080 Ti طبعا، 1080 تي اي هذا اعلى الكروت اللي تقدمها شركه انفيديا، اوكي، وهو اعلى كرت الحين مفرد في السوق للكونسيومر، للمستخدم العادي اللي يقدر عن طريقه يشغل 4K 60 اطار. كلامنا لا تاخذونه، لا تعتبرون التسويق ولا يعني كذا خربيط فاضي، اوكي، بتشوفونه بنفسكم، لان الفيديو هذا عباره عن جزئين. الجزء الاول بنقول لكم كيف نبني هذا البي سي، او ايش القطع اللي استخدمناها عشان نبنيه، وبنحط لكم تحت اسعار القطع واسمها كامله. الجزء الثاني بنشغل هذا البي سي مع بعض، الجزء الثاني بيكون عمران واحمد مع بعض بيشغلون البي سي وبيلعبون لكم عده العاب ويورونكم الاطارات قدامكم لايف مع السيتنجز اللي يستخدمونها، عشان تصدقون انه كرت واحد يقدر يشغل 4K 60 اطار وتحصل على المتعه القصوى للالعاب اللي موجوده حاليا. طبعا اول شيء عندنا هذا الكيس، كيس رهيب صراحة، من أفضل الكيسات اللي شفتها، من شركة اسمها NZXT، أوكي، واسم الموديل بالضبط S340 Elite ميد تاور، أوكي، يعني تاور متوسط يعتبر. وهنا الواجهة القدامية هذه تشوفون غطاها قزاز مو بلاستيك، في بعض الشركات الثانيه تعطيك غطاء بلاستيك، هذول لا، غطاء قزاز شكله مره حلو، بس لا يلخبطون الناس الحين، ما في غطاء محمد، ما في غطاء اي طبعا عادي. فهذا الكيس كيس ممتاز استخدمناه لهذا التجميع اللي بنسويها او البيلد، اوكي، وطبعا اخترنا مجموعه من القطع الثانيه، وشاشتنا طبعا الشاشه الموجوده هذه من ايسر، اوكي، شاشه رهيبه تشغل 4K، وهي اللي بنلعب عليها عشان نشوف ال 4K. طبعا هذا واحد من الاشياء الرئيسيه، بتسوي جهاز بتجيب جرافيكس كارد جامد لازم تجيب شاشة 4K، ولا لا تقعد تضيع وقتك يعني. هذا يقول لك زي اللي ياخذ فراري إيه؟ بعدين يحطها يعني يسوقها في الحارة داخل الحارة، من جد يعني ما له داعي من جد، لا لازم لك شاشة 4K، والحين شاشة 4K صارت اسعارها معقولة، اوكي، فشاشة بي سي 4K عشان تلعب 60 اطار هذا شيء مهم، اوكي. فهذا الكيس اللي استخدمناه. طبعا الكيس اللي عندنا في ميزة ثانية رهيبة لازم اقول لكم اياها صراحة، ذي في اتش دي ام اي من قدام. الاتش دي ام اي هذا طبعا ايش فائدته؟ ليش في اتش دي ام اي قدام؟ دائما الشاشة تتوصل من ورا، ايش الفائدة انه يكون قدام؟ عشان الحين الاتش دي ام اي صار يستخدم بنظارات الفي ار، فاذا كنت بتوصلها توصلها من قدام اسهل لك، فحاطين اتش دي ام اي من قدام، فكرة رهيبة. ايه خاصة الفايف يجيك لازم ثلاثة يو اس بي الظاهر، ولازم فكلها موجودة هنا في الكيس هذا. طبعا اول قطعه تركبها في الكيس هي المذر بورد هي القطعه اللوحه الام الاساسيه هذه اللي داخل، اللي تركب عليها كل شيء. والمذر بورد اللي عندنا اليوم من ام اس اي اسمه جيمنج برو كاربون اي سي. طيب بنترك لكم اسامي القطع واسعارها تحت كلها عشان تعرفون شلون بنينا البي سي هذا، بيضيع مساكين يعني الاسم طويل عادي، بس تقدرون تلقونه ان شاء الله، اوكي. فهذه هي المذر بورد اللي عندنا، فيها مزايا حلوه، فيها يو اس بي 3، فيها يو اس بي 3.1، فيها يو اس بي سي تايب سي، عندنا برضو إضاءة تولع الكيبورد، هذا شيء حلو فيها بعد، أوكي، وفيها منفذ لذاكرة M2. طبعا M2 هي سعة تخزينية من نوع جديد مبنية على الـ SSD، وهي أحدث شيء وأسرع شيء موجود الحين حاليا، أوكي، صحيح. فاستخدمنا واحدة منها داخل هنا، فرق يعني، فرق بالسرعة. الجهاز اللي عندنا القديم اللي كان يستخدم SSD فرق أسرع. يعني أول كنا نستخدم هارد ديسك قرص صلب، ثم صرنا نستخدم SSD عشان يصير أسرع، وكنا نحط عليه نظام التشغيل خاصة، الحين M2. ف
فحطينا ام 2 داخل الجهاز هذا. اوكي هو الذاكره على فكره هو الشيء الوحيد اللي عندنا، ما عندنا اي نوع ذاكره غير الام 2. الام 2 صحيح ما عندنا، ما حطينا هارد ديسك، ما حطينا اي شيء، راجع لكم اذا تبون تحطون، لكن احنا البناء حقنا هذا حطينا ام 2 هذه ومكتفين فيها. وعندنا احمد ذاكره عشوائيه ايضا بريدتر، بريدتر من شركه هايبركس. من هايبر اكس 16 جيجا بايت رام. طيب 16 جيجا بايت رام احنا ننصح اي واحد جيمر 16 حط 16 انسب شيء لك واللي يناسب الحين اغلب الالعاب الموجوده. صحيح. اوكي وعندنا معالج انتل كور اي 5. ايه فاستخدمنا معالج انتل كور اي 5. طبعا دائما انت تتذكر انه اهم شيء عندك للجيمنج هو الجرافيكس كارد ومعالجه الجرافيكس. فعندنا المشكله تروح للاي 7 حسب خلاص اي 7 يعني خلاص بخلي الالعاب مره الى وفر في المعالج روح ادفع اكثر على الجرافيكس كارد. ادفع اكثر على الجرافيكس. طبعا احنا جايبين حاليا افضل جرافيكس كارد مفرده فما يحتاج قاعد ان شو اسمه يعني خلاص يعني ما عندك شيء اكثر من كذا تطلع. فهذا هو البيلد حقنا، عندنا الشاشه 4K. خلونا نجرب مع بعض، خلونا نشوف البناء هذا، الكرت هذا، المواصفات اللي جمعناها اوكي، كم الاداء اللي تقدر تجيبه، كيف بتسوي لما نحط الالعاب 4K ونتحداها تجيب لنا 60 اطار. خلينا نكمل الجزء الثاني من هذا الفيديو. والحين بدينا في لعبه ببجي وحطينا الاعدادات والدقه على ال 4K، وايضا حتى هو على هاي على الاعدادات كلها زي ما انتم شايفين على هاي يقدر يوصل لنا فوق 60 فريم. اذا انتم شايفين الفريمات فوق على اليسار، خلينا نراقب الفريمات مع بعض عشان نشوف نحكم. انا بخرب عليك تدري. طيب ننزل المكان مره فاضي، روح لا تروح لجنب البيوت ارجوك، روح للبرحه، روح البرحه، ما نبغى نموت على طول. احنا دائما اي كذا خليك انا نازلين على 63 فريم 55 لسه في ترددات ما بين هنا هنا، بس خلينا نثبت. لا تروح جنب البيوت ارجوك احمد، ما ابغاك ما ابغاك يسدونك، روح هناك خليك برقع مفتوح على الاقل عندنا دقيقتين بس نوري الناس الفريمات. والله ما احنا فنانين في اللعبه دي، على طول نموت في ثواني نموت. فخلينا زي كذا نمشي كذا بين الشجر نشوف كيف الحال. يقول لي تعال معك. مين؟ ما طيب هو طالع لي مسج. لا انا طلعت برا. اي اي طب امشي على الخط، امشي على الخط، الخط هذا بس امشي كذا، بس امشي قدام، لا تطول يمين ولا يسار، خليك في حالك ما حد يعلم. طيب الفريمات زي ما احنا شايفين، المشكله هو صغير الفريمات بس اني مكبره في 65. اي كويس حط وجهك بالارض عشان اقدر اشوف. 72 اوكي، بس اذا رفعت نفسك يبدا يشوف مساحات اكبر. الحين لما نشوف الحين اول ما تطلع اوه لويا لسه قدام قدام عند الشجره ذيك شكل في فله والله شكل بيطلع لي واحد 70. طب لما تجري؟ انا بديك تجري لا تعلق عليه بس ضغطه واحده وبس. اي كيف خليتني من دروب؟ الظهر اروان بس كذا خلاص كويس. تطلع فوق امشي امشي علق لك. اوكي هذه منطقة مفتوحة يعني نشوف الفريمات كم وصلت عندك. مشكلة اللون حقه 70 70 70 75 ممتاز والله، اللي بيعدي لك يوصل لك 70 هذا شيء انا اشوف انه ممتاز. اشوف المباني كيف قدمها، خلينا ناخذ نظرة بس كذا ابتسامية كذا طيبة. عندنا يوصل اذا نزل اذا نزل عن 60 ما ينزل كثير يعني ينزل لك على 59 57 بالكثير لمده ثواني بس معدودات وبس وخلاص يفهم المنطقه اللي هو شايفه قدامه. فحاليا على 63. ولا تنسى اني قاعد اتكلم عن اللعبه لسه اصلا لسه ايه صح البلد حقه لسه مو مثالي يعني لو يحسنون البلد حقه حتلاقيه برضه يعطيك فريمات اعلى. نفس الشيء اذا تبغى فريمات اعلى وما انت مهتم في الجرافيكس لا تحرق نفسك رجول. اذا مهتم بالفريمات وانت مهتم بالجرافيكس يمديك تنزل الريزولوشن او جوده الجرافيكس تخليه على الميديوم واللو يعطيك فريمات زياده. كل ما نقصت من الجرافيكس كل ما اعطاك فريمات اعلى، كل ما نزلت فريمات كل ما اعطاك ريزولوشن اعلى. ميزان اللعبه فاهم كيف؟ الواحد والخيارات ايش اللي يفضل. ايوه حاليا احنا نشوف الحين هذا متوسط يعني احنا اخذين فريمات عاليه واخذين كمان دقه عاليه وجرافيكس عالي فمعطينا كل شيء، راضين بجميع الجهات احنا راضين فيه. غالبا 75 ما في احد كالعاده كل مره العب اللعبه ما في احد ما هم كذا ما يحبون بس موصل 62 يعني شيء انجاز عظيم. اوكي خلينا نجرب لعبه ثانيه اللي هي دوم. اي حركه سريعه فيها. والحين حولنا على لعبه دوم، الدقه مثل ما انتم شايفين على 4K حطيناه، والاعدادات الجرافيكس حطيناه الترا على اعلى شيء اعلى شيء ممكن. كم يعطيني من الفريمات؟ عندك فريمات على اليمين واليسار عاد انت شوف بنفسك واحكم. يلا يلا ابدا روح. انا شايفه 90 انا شايفه 80 الحين هذا شيء مرة عالي. 75 نزل كني ضربت عين بسم الله ما شاء الله. شوف قاعد فوق الستين 80 فوق الستين بالراحة. 91 هذا الترا على 4K جرافيكس واضح مرة انه مرتاح مع كرت الشاشة. ودوم عاد الجرافيكس حقه ما شاء الله حلو، وايضا البلد حق نفس اللعبة نفس المحرك حقه
سلس تعرف ما 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 يطفش كرت الشاشه تعرف يسمع الكلام يمشي معاه مثل ما يبغى فمعطينا بالراحه ما عندك ترى بنزين ايه غير غير الشوتجن روح دورنا على واحد بسرعه نبغى نشوف كذا الدم هو طايش كذا في الفرق الا اللي في واحد تلقاه ايه شوفه صفقه اول ما يجي احمر اعطيه بوكس لا تقتله زي كذا لما يجي ازرق ايوه لا ايوه ها ايوه كمان واحده لسه مو راضي ايوه امسك اي والله الدم حلو على الفركين هي قش هذا يسوي اي شيء والله شغال سموث مره ما عنده اي مشاكل ما الفريمات حاسبها صح ايوه آه حرام والله كنت تقدر تجيبه كذا بس كويس كويس انك فكت فمه اصلا هو اصلا كان يبغى له عمليه في الفك مره تعبان كيف حاسب الفله ها ما فيها ما فيها بنزين والله قام يلطش فيك يا سلام والله قاعد تأذي خلق الله انت اللي بعده وش هذا هو اللعبه سريعه في نفس الوقت اي دوم اوه اخوي شيء بوكس الحين فيهم خش اخوي شيء واحد شوف الدي بوكس كذا بس خش امشي امشي انت ماشي اديهم ورا بعض ايوه هذا مش جاي اللي بدرع امه نفسه فصلت يده يا الله يلا لسه باقي باقي انقز عليه اي دي بوكس روح اللي بعده هذا اللي جنبه واحد 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 خلص خلص طيب مديك تنقز حداك تنقز يقعد يسقع حق من ورا عجرت ايوه والله كذا كذا وصلنا لاختبار حلو كذا خلاص اختبرناه زين دوم يعني ايه انقز برا كذا اشتغل اشتغل تحداك تشتغل هنا شوف والله يروح خلاص كذا نزلنا هذا المقطع اختبرنا لكم لعبه ببجي ودوم على 4K وكل اللعبتين ما شاء الله عدوا 60 فريم بس دوم ماشي بزياده على كرت الشاشه 1080 تي اي وايضا البلد حقنا اللي دوبنا عرضنا لكم اياه ان شاء الله عجبكم المقطع اذا عجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه كان معكم اخوكم عمران الحازمي محمد المصطفى محمد السيمي بعد شوي ايوه صح نسيت محمد نشوفكم ان شاء الله بحلقه جايه مع السلامه